الخرطوم العاصمة التي كانت تعج بالحياة في شوارعها وأسواقها وأحيائها الآمنة تحولت اليوم إلى أنقاض مهدمة ومباني مهلهلة وأحياء مهجورة، إلا من قلة بقوا فيها قصرا بعد أن تقطعت بهم السبل. هنا أم درمان، ومن أم درمان إلى ربوع السودان. الصباح رباح. كانت الخرطوم وكانت مدنها السمحة كما يصفها السودانيون الذين يفتقدون تفاصيل صباحهم الذي اعتادوا عليه ومساءهم المفعم بروحهم الاجتماعية. اليوم سماء الخرطوم لا يفارقها دخان الحرب الملبد في أجوائها، وسكانها الذين ينامون على صوت الموت ويستيقظون على أمل البقاء. فالحصول على أساسيات الحياة أمر يتطلب الكثير من الجهد والوقت والمال، ويعتمد السكان بشكل شبه كامل على المطابخ الخيرية المعروفة بالتكايا لتأمين الطعام بعد أن استنزفت الحرب مواردهم الضئيلة. وتوفر التكايا الوجبات الرئيسية في اليوم، وتقتصر أطباقها على وجبات بسيطة مثل العدس والبليلة وأحياناً المعكرونة أو الأرز، في حين أصبحت تكلفة شراء رغيف الخبز عبئاً إضافياً لا قدرة للكثيرين على شرائه. أما الوضع الصحي فيبدو كارثياً مع انتشار الكوليرا وحمى الضنك وغيرها من الأمراض التي لا تمهل صاحبها وقتاً ولا قوة أمام جبروت الحرب، مع انعدام الأدوية وتوقف معظم المرافق الصحية. ومع استمرار القتال بين طرفي الحرب يزداد الوضع الأمني سوءاً، إذ يعاني السكان من تكرار القصف المدفعي والجوي، إضافة إلى حوادث السرقة واقتحام المنازل والتفتيش والاعتقالات والتعذيب. والتهمة جاهزة، التخابر مع الجيش بحسب شهادات المواطنين للحدث نت. أما البعض الآخر فيحاول النزوح إلى مناطق أكثر أمناً، لكن ارتفاع أسعار الإيجارات في المناطق الجديدة جعلهم يعودون أدراجهم إلى الخرطوم، مفضلين المخاطرة بحياتهم على العيش في أوضاع اقتصادية لا تحتمل. مي المهندس، الحدث،